السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تعتقد أو تعتقدين عند النقر على حذف لصورة معينة في هاتفك فإن هذا الأخير يقوم بحذفها فعليا؟ أعتقد أنه يجب عليك إعادة التفكير بعد مشاهدتك لهذا الفيديو. تابع معي. إذن شاهدوا معي أعزائي المتابعين، سأقوم بأول الجاليري هي فارغة، لا توجد أي صورة، وسأقوم الآن بأخذ صورة. لقد أخذت صورة وسأقوم بحذفها. شاهدوا معي، هذه هي الصورة، سأقوم بحذفها اعتقادا مني أن الصورة ستحذف بالفعل. هاي الصورة قد حذفت. الآن لاحظوا معي، سأقوم بتحميل تطبيق اسمه ديسك ديجر، يمكنكم طبيعة الحال تحميله من على الرابط الذي يظهر أسفل الفيديو، ثم أنقر على ستارت بازيك، ثم سيشرح البرنامج في الفحص. لاحظوا معي أعزائي المتابعين أن هناك تمت صور قديمة جدا قمت بحذفها من على هاتفي، وهذا التطبيق استطاع أن يقوم باسترجاعها. ولكن مع ذلك وما يهمنا أننا سنقوم بالبحث عن الصورة التي قمنا بحذفها للتو، ونشاهد ما إذا كان أو إذا ما كانت لازالت تتواجد على الهاتف. إذن لاحظوا معي أن رغم أن الجاليري بها صفر صورة، إلا أنه التطبيق استطاع أن يجد 790 صورة. أعزائي المتابعين، 790 صورة. الآن سأقوم فقط بالبحث عن الصورة التي حذفت للتو حتى تتأكدون من أن الهواتف أندرويد أو هواتف أندرويد لا تقوم بحذف الصورة أو الصور كما تعتقدون. شاهد كل هذه الصور تتواجد على الهاتف، وأنا يعني اعتقادا مني أن هذه الصور قد حذفت، لكن للأسف هي لا زالت تتواجد على الهاتف. هذه هي الصورة أعزائي المتابعين، كما تشاهدون هذه هي الصورة التي حذفتها، ويمكن أن أقوم باسترجاعها فقط عن طريق النقر على Recover This File، وأقوم بتحميلها مجددا. كما شاهدتم فهواتف أندرويد لا تقوم بحذف الصور كما نعتقد، وبطبيعة الحال لمن يتساءل عن الحل في حذف الصور بشكل تام، فعليكم أعزائي المتابعين أن تقوموا بتحميل تطبيق اسمه FX. عندما تقومون بتحميل هذا التطبيق الذي تحدثت عنه الأسبوع الماضي، بكل بساطة يجب عليكم أعزائي المتابعين أن تتوجهوا إلى Main Storage، ثم بعد ذلك Android، ثم بعد ذلك تذهبون إلى Data. بعد الدخول إلى Data ستشاهدون العديد من التطبيقات، فمثلا سأذهب إلى تطبيق الجاليري كما تشاهدون Droid Gallery بهذه الصورة، صورة الجاليري، أضغط عليها ثم أذهب إلى كاش. كل هذه هي عبارة عن صور مخزنة في قاعدة بيانات، في قاعدة بيانات على الهاتف. بكل بساطة هكذا أعزائي، ننقر على الصورة أو على الملف عفوا، ثم ننقر على Delete، ويجب علينا أن نختار على أو نعلم على Check This Box ثم Delete. هنا إخواني توجد قواعد بياناتكم وقواعد بيانات الصور، لهذا يجب عليكم حذفها من على الكاش. وإذا وجدتم أنه لا زالت تتواجد صور، دائما تذهبون مثلا قمتم برفع صورة عن طريق تطبيق الانستغرام، تدخل على انستغرام ثم كاش، وإذا وجدت ملفات مثل التي وجدنا قبل قليل نقوم بحذفها من أجل حماية خصوصيتنا على هاتف أندرويد. إذا بهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وأتمنى مسبقا أن يكون هذا الموضوع قد أنال إعجابكم وأثار نوعا ما انتباهكم إلى أن التكنولوجيات الحديثة ليست آمنة بالشكل الذي تتصورونه. أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله، ولا تنسوا دائما الاشتراك بقناة المحترف، أضخم قناة تعليمية عربية في الوطن العربي. يمكنكم كذلك زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مدونتنا الرسمية، جديد الأخبار التقنية والشروحات على مدار الساعة. إلى اللقاء.